السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في الفيديو ده بسرعة عن موضوع مهم جدا، وهحاول أكون مختصر على قد ما أقدر. موضوعنا النهاردة إزاي تعرف عيوب عفشة عربيتك وأنت سايق، من الأصوات والاهتزاز وشوية حاجات سهلة كلنا نعرف نميزها، وهدلك على حل كل مشكلة خلال 3 دقايق بالظبط. أكيد طبعا مش هقول لحضرتك انزل تحت العربية صلحها، لكن هقولك تروح فين علشان تحل المشكلة، وهل المشكلة خطيرة ولازم تصلحها فورا ولا ممكن تصبر عليها شوية، ومش هندخل في تفاصيل ميكانيكية كتير، يعني هدي لك الزتونة من الآخر. المهم تبقى عارف عربيتك فيها ايه. حد يقول لي طب هيفرق في ايه ان اعرف المشكلة مادام مش هصلحها بنفسي؟ لا يا فندم، معرفة المشكلة دي حاجة مهمة جدا لسببين. السبب الاولاني عشان في مشاكل ممكن يتصبر عليها شوية لو مش معاك فلوس دلوقتي، وفي حاجات تانية لما تحصل لازم تركن فورا وتدور على عفشجي او ميكانيكي، ولانك لو اتحركت بالعربية بالعطل ده هتبقى بتغامر بحياتك وحياة اللي معاك. السبب التاني ان معرفة عيب او عطل في العفشة هيوفر عليك اشتغالات كتيرة جدا من صناعية هيخترعوا اعطال مش موجودة، وممكن يخلوك تشتري قطعة غيار مش محتاجها وما تركبش في العربية أصلا، ويوروك قطعة غيار بايظة فكينا من عربية تانية، وياخدوا الجديدة اللي حضرتك اشتريتها يركبوها لعميل جديد يشتغلوه، وهكذا. محدش يقول لي الموضوع ده ما بيحصلش، لأنه حصل مع كل الناس ومش عفشة وميكانيكا وكهرباء بس، لا ده الموضوع ده بيحصل في كل المهن والوظائف، دكاترة ومهندسين ومحامين وسباكين إلى آخره. مين فينا ما راحش لدكتور واشتغله وقلبه وعمله فيلم؟ مين فينا ما بيروحش لدكتور واثنين وتلاتة علشان مش مطمن وقلقان وما ياخدش الدواء إلا لما اتنين دكاترة يقولوا نفس الكلام؟ مين فينا مش بيقف جنب الراجل اللي بيزود الكاوتش ويقعد يبص على ايديه علشان متأكد 100% انه هيخرم كاوتش علشان يفتح في شغل جديد؟ القصص كتيرة جدا، وقلة الضمير متوفرة وموجودة في كل المهن وكل البلاد. ولو هنتكلم في الحكاية دي عاوزين حلقة مخصوص، بس ده مش موضوع. هقول 14 موقف لو حصل لك يبقى مظهر من مظاهر الاعطال. اول موقف، لو لقيت هزة او رعشة في العربية قبل سرعة 100 كيلومتر، معنى الكلام ده ان العربية عندك عاوزة ترصيص امامي عند اي حد بتاع ظبط زوايا، والعيب ده ممكن يتصبر عليه شوية، بس لو بتسافر كتير انصحك تعمله قبل سفر. تاني حاجة، لو لقيت هزة في العربية بعد سرعة 100 كيلو الى 120 كيلومتر في الساعة، معنى كده ان العربية عايزة ترصيص خلفي عند اي حد بتاع ظبط زوايا، ونفس الكلام برضو مش لازم تروح تحل المشكلة في وقتها، وممكن تمشي على كده شوية بس مش كتير. تالت حاجة، لو لقيت رعشة مع دواسة الفرامل والعربية بتحدف منك يمين او شمال حدفة بسيطة، او صوت صفارة بتروح وبتيجي في نفس دوسة الفرامل، معنى الكلام ده ان الطنابير عندك فيها عالي وواطي، والطنابير اللي ما يعرفش هي الاسطوانة اللي بنشوفها لو بصينا على الجنط، المفروض ان تيل الفرامل بيمسكها علشان العربية تقف، وبكده هي عايزة تتصنفر او التيل يتبرد او يتغير خالص، وده اللي انا بفضله، والموضوع ده لازم تعمله عند حد بتاع عفشة او ميكانيكا، ولازم يتعمل في اقرب وقت علشان ما يدمرش الطنابير وتضطر تدفع اكتر. رابعا، لو حسيت من فترة للتانية بدواسة الفرامل احيانا بتبقى محجرة تحت رجلك، معنى كده ان السيرفو بدأ يودع ولازم يتغير، والسيرفو ده هو جهاز تقوية الفرامل اللي حضرتك لما بتدوس فرامل ضغطة ضعيفة السيرفو بيقوي الضغطة دي جدا علشان يقدر يحرك المكبس الرئيسي اللي هو مصدر الفرامل اللي بيضغط بدوره الزيت علشان يفرمل العربية، وده ما ينفعش تصبر عليه ولازم تتحرك على ميكانيكي فورا، لانك بعد شوية الدواسة هتبقى حجر والعربية مش هتقف حتى لو جبت ارنولد شخصيا يدوس لك فرامل. خامس حاجة، لو لقيت تخبيط وترزيع في الحفر والمطبات، معنى الكلام ده ان العربية عايزة جلب مقصات او بيض ياش، ومنصحش انك تستنى عليها كتير، لان طالما طلع لها صوت يبقى خلاص جابت اخرها ولازم تتغير، والصوت ده لازم تعتبره جرس انذار. سادسا، لو لقيت رجرجة مع الطلعة وممكن ريحة كاوتش محروق، لو انت عربيتك مانيوال معنى كده ان العربية عايزة اسطوانة دبرياج، ومنصحش برضو انك تستنى عليها علشان الموضوع ده ما يزيدش وما تعملهاش معاك في طريق مقطوع، ويا سلام بقى لو يوم سبت
بالليل وصابح الحد ومفيش صناعية. أعتقد الحل الوحيد في موقف زي ده إنك تكلم الحاجة وتشوف زعلتها في إيه وتصالحها وتخليها تدعي لك. ربنا يحفظ أمهاتكم جميعا ويديهم الصحة وطول العمر ويرحم اللي فارقونا. سابع موقف، لو حسيت بخبطة مع الغيار، لو أنت عربيتك أوتوماتيك معنى كده إن العربية عايزة قواعد موتور، والموضوع ده هيبان معاك بدري عن كده شوية على شكل تزنيدة في طلعة العربية، بمعنى العربية بتعتل وهي طالعة وممكن تمشي عليها شوية لحد ما ربنا يكرم، بس تخليها في دماغك. تامن موقف، لو لقيت الدريكسيون ما بيردش لوضعه الطبيعي في الملفات أو بيرد بس ببطء ومحتاجك تساعد معاه وترد بنفسك، يبقى العربية عايزة عمود صليبة وده لازم يتعمل في أقرب وقت. تاسعا، لو لقيت طرقعة مع لف عجلة القيادة أو الطارة والعربية واقفة، معنى الكلام ده إن الإسكاترة بدأت تودع ولازم تتحشي أو تتغير في أقرب وقت. عاشر حاجة، لو لقيت طرقعة أو طقطقة مع الملفات يبقى العربية عايزة كبالن، ومنصحش برضو إن أنت تستنى عليها كتير، بدل ما تعملها معاك على سرعة لا قدر الله أو في مكان مقطوع والبلي يفرط والعربية تحلف ما هي ماشية وتضطر تدور على حد يقطرك لو فتيسك مانوال، أو تدور على وينش لو فتيسك أوتوماتيك، وتدفع 1000 جنيه نقل على الأقل، ده غير تمن الكوبلين والمصنعية. الموقف الحداشر، لو لقيت طرقعة في الغيارات مع هزة أو دبة، معنى كده إن العربية عايزة كبالن داخلية ودي لازم تغيرها في أقرب وقت. الاتناشر، لو حسيت بتزييق مع لف عجلة القيادة وتقل فيها، تبقى العربية عايزة بطحات وده برضو لازم يتغير في أقرب وقت. الموقف الـ13، لو حسيت بسخونية دايما في العجل، يبقى بنسبة كبيرة هتلاقي ان تيل الفرامل قافش وما بيردش لوضعه الطبيعي، وطبعا لازم تروح لميكانيكي فورا علشان ما تدفعش اكتر بعدين. الموقف الاخير، لو سمعت صوت عالي من بطن العربية مع سحب ضعيف والعربية بتسخن، يبقى غالبا ده شكمان مسدود، وعشان تتأكد شغل عربيتك وشوف الدخان اللي خارج من الشكمان وسد الشكمان بايدك عشان تتأكد انه مسدود، ولازم تتحرك على حد بتاع شكمانات فورا. وده كان اخر موقف معانا. اغلب المشاكل اللي قلتها حلها عند الميكانيكي، وخلي بالك وانت بتصلح عربيتك عند ميكانيكي او عفشجي ما تعملش فيها بيه ويجيب لك كرسي وشاي وتسيبه يشتغل وانت مش موجود، او تسيب له العربية والمفتاح وتدي له رقم تليفونك ولما يخلص يكلمك، انت كده بتقول له اسرقني شكرا. لما تكون عند ميكانيكي لازم تكون عينيك في وسط راسك، شايف اللي رايح واللي جاي، شايف اللي بيتفك واللي بيتركب، ولازم تخليه يركب كل المسامير اللي فكها، لان اغلب الصنايعية عندنا بيفك 50 مسمار بس بيركب 20، ولو سألته الحاجة اللي ما ركبتش دي ايه هيقولك زيادات او مش هتأثر في حاجة. ما تسمحش باي تقصير، وكل اللي تفك لازم يركب ويركب صح، وتاخد بالك من الصنايعي وهو شغال ما يدوسش على كوعة يكسرها او يربط مسمار يقطمه. من الاخر، امسح الابتسامة خالص وخليك زبون غلس واسأل في كل حاجة. وزي ما بقول دايما للصناعية، الخواجة ما بيغلطش، مستحيل يعمل حاجة زيادة او ملهاش لازمة، حتى الوردة اللي في المسمار زي ما فكتها تركبها. اتمنى يكون الفيديو مفيد، اشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.